الجمهورية لدى محكمة تيرت. تشرف مجلس قضاء تيرت بتنظيم هذا الدراسي تحت عنوان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منها. ويدخل هذا اليوم الدراسي في إطار الحملة التحسيسية التي شاركت فيها عدة قطاعات وزارية للتحسيس من مخاطر المخدرات، من بينها وزارة العدل. الإعلام في التحسيس، كاين هناك صحفيين اللي ما عندهمش هذاك الرصيد من المصطلحات القانونية ولا ما يفهموش الإجراءات القانونية. هنايا ما تشوفوش باللي لازم لكم واحد الدورة تكوينية ولا حاجة باش يكونوا في المستوى تاع، لأنه القانون راه تتعدل في كل مرة، لازم يكون حتى الميزاجور حتى للصحفي باش يكون. نعم أنا موافق في هذه، وقد حدث فيما سبق أن كانت هناك دورات تكوينية ما بين الصحفيين والقضاة من اجل تمكينهم من جميع المصطلحات القانونيه المستعمله في هذه في في في, في مكافحه هذه الظاهره الخطيره. لماذا؟ لانه استعمال مصطلحات القانونيه عنده دور مهم لايصال الفكره، والايصال الفكره بصفه جيده للمواطنين او للاشخاص المساهمين في هذه الجريمه. بالتالي كانت احنا الان اذا كان نشجع هذه الفكره ولا ضرر في ذلك. سيد الرئيس، هل ليجيسلاتور اسكو رابيل فيني في لو تكست لو نوفو تكست دو لوا حاجه كو لو سويفي بوست يعني اكستنسيون تاع لا بان، باسكو كاين بعض المجرمين بداو 20 عام 20 سنين حتى كيخرجوا نو با ايتي سويفي دونك غادي يكونوا رضاني واش تقصد فور لا ريسيدي فور المشرع الجزائري الان في هذا التعديل الجديد. سيكون فرضو بور لا سوسيتي. العود العود للمتاجره من بعد لابان. المشرع الجزائري في هذا الاطار، قلنا ميز ما بين المتاجرين والمستهلكين. بالنسبه للمستهلكين اخضعهم لاجراءات علاجيه ووقائيه، وشدد في هذه الاجراءات العلاجيه والوقائيه، بحيث انه يمكن ان يبقى تحت تاثير الاجراءات العلاجيه والوقائيه حتى بعد تنفيذ الجريمه نتاعو. بالتالي هنا المشرع الجزائري يعني جاء بقفزه نوعيه فيما يخص الاجراءات العلاجيه والوقائيه اللي ما كانتش موضحه بصفه. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم السيد سعيد رشيد، نفساني خبير لدى مجلس قضاء ولايه تيارت، ممارس عيادي بالمؤسسه الاستشفائيه بولايه تيارت يوسف دمرجي. فعالية هذا اليوم كانت الاستفادة من حيث الجانب القانوني من خلال تعديل القانون، أيضا من حيث الاتباع والأهمية الوقاية والعلاج لدى المدمنين، هذا يعتبر عنصر فعال ونقطة حساسة، وبالتالي الجانب الوقائي يعتبر من الضروريات التي يلتزم عليها كل فرد من أجل تفادي الوقوع في الإدمان على المخدرات.